جون جميل وهو شافها بشكل جيد جدا، والجون طلع ساعده برضه ان هو طلع وحطها بشكل جيد. ومبروك النهارده رجاء برضه لك الداخليه وهو طلاع الجيش وقات وسيناريو غريب بعد التقدم، نجح فريق الداخليه في الحصول مره اخرى على نقطه من التعادل. لا بدايه الداخليه بغض النظر عن مباراه الزمالك والجيش بدايه موفقه جدا وفيها واقعيه بغض النظر عن مباراه الجيش، فطبعا كنا متوقعين ان مباراه الجيش والداخليه النهارده يبقى يكون فيها نديه وفي عن المباريات السابقه اللي قبل كده. بالنسبه للداخليه كسبان ماتشين والنهارده تعادل يبقى 7 نقاط. الجيش 10 لاعبين فقط حتى نهايه المباراه، وده يمكن ساعد فريق الداخليه في ادراك التعادل. ويعني طلع الجيش ودي ضربه جزاء استطاع محمد الفيومي ان يدرك بها التعادل. بيجي وقت من الاوقات ان بيبقى ممكن المباراه توصل انها تبقى خارج نطاق فكر المدرب، لكن اللعيبه في الملعب هم اللي بيقدروا ينفذوا كل حاجه. النهارده انت بتلعب فرقه اقل منك في العدد وقدرت تحرز فيها الهدف الثاني. النهارده انت بقى حملها برضو مسؤوليه لعيبه، وبغض النظر بقى عن التوفيق وعدم التوفيق واللعيبه تقدر ولا ما تقدرش، لا